عطينا لمياء ها كيف جيت تبارك الله كاميرا ولا ماشي كاميرا ديزون دحيه بعد كيجي من الناس بلاتي ونجي لك السلام عليكم الحبايب ديالي كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي المهم اليوم فيديو جديد ان شاء الله المهم كنقول لكم لهلي خطيكم علينا شكرا على التعاليق المزيونه ديالكم لهلي خطيكم علينا المهم الخوت اليوم جبرتو غادي يجي من عندي الناس انا جبرتوني المهم اليوم غنشارك معكم الناس اللي غادي يجيو عندنا نشارك معكم شنو عدلنا ان شاء الله يا ربي المهم انا دابا باقي ما لبست عليا جبرتوني ان شاء الله بدلت نسي عبد الرحمن الله يحفظو يا ربي الحبيب من عبد الرحمن ديالي والله يحفظ لكم وليداتكم وشكرا بزاف على الدعوات ديالكم اللي خطيكم علينا المهم الحبايب ديالي خليكم معنا ان شاء الله في هذا الفيديو تنبدل عليا ولبس عليا شي قفطين ولا المهم اللي عطى الله المهم هانتوما معنا كما كتشوفوا الصراحه انتم عارفين شكون اللي قايم بالواجب لهلي خطي علينا الخوت ولوساني قايمين بالواجب والله العظيم لهلي خطيهم علينا الله يسهل عليهم يا ربي يا الحبيب والله يعطيهم كل ما كيتمناو المهم كل واحد شنو كيعمل كل واحد شنو كيوجد اليوم النهار الاولاني اللي غادي يجي من عندي الناس واللي جا مرحبا والف مرحبا ان شاء الله المهم نتوما شفتوا تحضيرات عند حنان سعيد حنان سعيد عند لوستي في القناه ديالها التحضيرات كل شيء وجدت معكم عاد شارك معكم اي حاجه ان شاء الله يا ربي المهم الحبايب ديالي ها هي وهنايا هاد الحليوه معدلينها بالدلعيال ها هي كيستفوها هنايا الصراحه اش غادي نقول لكم واحد الحلوه جات كتحمق والله العظيم بعد ما شاهدتكم بالحق جات فنه فنه الله يسلم يدا الاخت مريم اللي عاد ثلاثه صراحه كتقنا لا شكلا ولا مذاقا والله العظيم الا فانا المهم عملت هنايا اخوتي اربع تشكيلات والفقيقصه اللي ضروريه في العائله اللي تكون شي في الرياح ضروري وهاد الفقيقصه الصراحه عدلات علي الله يسلم يدك وهاد الفقيقصه هذه عدلات علي عقوستي اللي رجعت عندها شي حاجه اللي ضروريه في خبركم في اي حاجه ديالنا ما يمكنش ما تعدلش الفقوصه في خبركم حتى ملي كتكون شي عرس للعائله كتعدل لهم الفقوصه ولا المهم ضروري من الفقوصه التيتوانيه وتحيه تحيه كبيره للتيتوانيين وواحد التحيه كبيره انا الحمد لله باقين هاد التقاليد هاد الفقوصه كله كانت قديمه ومهم باقين شابرين في هادشي هذا الحمد لله ايوا صافي هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا هادشي اللي كاين حليوه وشكرا لكم بزاف لهلي خطيكم علينا وهنايا هذا الباستيل اللي عدلنا وهذا وصافي هادشي اللي كاين الاخوان هانتوما معنا لهلي خطيكم علينا السلام عليكم الحبايب ديالي كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا اختي كنبان كحله كيف نتوما مزيانين نتمنى بلا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي المهم ما تصفر شكل كيفاه والله الا شكل المهم كيما جا غادي نخلي المهم الحبيب ديالي اليوم اول نهار اللي غادي يجيو عندي فيه الناس طلع من فوقي طلع طلع من فوق اليوم اول نهار اللي غادي يجيو عندي فيه الناس وغادي نشارك معكم ان شاء الله يا ربي المهم الناس اللي كتسقسي عليا كيف بقيتي شويه انا دابا اللهم لك الحمد الحمد لله شكرا بزاف على الدعوات ديالكم على التعاليق المزيونه ديالكم لهلي خطيكم علينا يديك يقفقف والله الا المهم الخوت كنبغي نوجه واحد التحيه كبيره من الناس الغربه الصراحه واحد الاحساس خايب تولد وتكون بوحديتك يعني شوف هنايا كاينين الحبال الحباب مجموعين عليك كاينين عائلتك دايرين بك خوتك لسانك تخيلوا معايا الناس اللي في الغربه كتولد كتنضي لك ترابي المهم
شي حاجه اللي صعيبه والله العظيم كان قوي لي يدي كيتعب. كنبغي نوجه لهم واحد التحيه اللي كبيره كبيره والله. الله يحفظهم والله يسهل عليهم والله يسهل على جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. المهم اول ضيفه كانت معايا هي الاخت اماني. مرحبا بك اختي. السلام عليكم العائله. مرحبا بك العائله والله. مرحبا والف مرحبا بك ان شاء الله. ربي يعطيك الصحه باش تكون مع وليداتك. امين يا ربي الله يحفظك ودارك وشافيه حتى هو يا ربي. امين يا ربي اختي امين. خليكم ديما مجموعين وفرحانه جيتنا عندك اليوم. مرحبا بك والله. لا المهم انتما جيتو من تطوان عندك نسلى ان شاء الله يا ربي يرضوا عليك. ساعات الخير ان شاء الله يا ربي. الله يحفظك الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. بعيد على هاد التصوير والسوشيال ميديا وديك الشيء راه انسان عرفتو غزاله. الله يكبر بك اختي. شكرا بزاف والله ان شاء الله يا ربي. الله يرحم والديك. ربي يعطيك صحتك وتوقف ان شاء الله شي وقفه سهله مهله ان شاء الله يا ربي. الله يرحم والديك. مرحبا بك سكينه. مرحبا بك اختي. تينا مع بعيدك شي تينا نقول لك غير مرحبا بك اختي. مرحبا اللي جا عندي مرحبا والف مرحبا. وما يجي عندك غير اللي كيبغيك والله العظيم. الحمد لله. والمهم خليكم معنا في هذا النهار هذا. كيكون حاجه اختي ما كيكونش يعني كيحادك كيخلي الناس تحكم. ايوا خلي كيجينا كاختي صدق اختي الناس اللي عندهم هذيك الساعه تحكم. صاردوا عليا كيف جاكم هذا من 8 يوم راه راسي حد عليا كنقول حدو يا حنعله صافي صافي مرحبا بكم. مرحبا بكم. بخليك يا فاطمه والله العظيم. ما هي كيما كنتفاسك على خير. مرحبا عليكم السلام. كمل دابا عاد كيجيو الناس. لا تنجي لي شكرا لكم على النجيه ديالكم. مرحبا بكم والف مرحبا والله. نهار كبير هذا وميشين عندك غير اللي كيبغي. السلام عليكم كي دايرين اخباركم؟ انا هاد المره هادي كنحماق عليها. والله عزيزه عليا اليوم عند فاطمه وعلاش سمعتها اليوم ديالها. كنا فرحانين معها وان شاء الله البوزه بنهير بخير وعلى خير. كاملين عندي عزازي ماشي غير بكم ولا كاملين عندي عزازي. تبعي عند فاطمه ومحمد كي نتوما لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بنا عندكم اليوم. مرحبا بك بقناه فاطمه ومحمد. صراحه ديال حسين عند فاطمه نباركوا لي على المولود الجديد ان شاء الله. والحمد لله ملي تفكر الدكتور على خير وفي الدار بالوليدات. الله يجعلهم يتربوا في عزه ان شاء الله يا رب. الله يرحم والديك. ربي يخليكم. ومرحبا بكم اي واحد جان عندي وكبر بيا. مرحبا عليكم. هاتي ها خلتو الشربه. السلام عليكم متتبعين فاطمه ومحمد يا ويام. انتم مزيانين اموركم هاني. كما شفتوا جينا عند الاخت فاطمه واخ محمد. كنتمنى انهم ربي يكون عندهم من الذريه الصالحه ان شاء الله يا ربي. يتربى في عزه ويخليهم لهم ربي ان شاء الله يا ربي كاملين. المستوى اللي بغاهم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم اخوتي كيف انتم لاباس عليكم كلشي مزيان. جينا اليوم عند فاطمه فرحان انا بعدا فرحانه بزاف. وين على وجهك انا جات والله اختي فرحانه اختي تتلف. والله هني يعني انا فكاك على خير ويتربوا في عيسى ان شاء الله. يا ويا ويا امين يا ربي. مرحبا الله تعالى وبارك والعزيز ربي يخليهم بعطيتهم ونوض نفاس على خير وبخير. امين. وشكرا لكم صحاب فاطمه كاملين دخلوا عليا. شكرا لكم بزاف الحبايب. قلنا شكرا وصلتوني العشرة. انا قلت لهم قلت لهم الله يطول لهم في العمر والله يرحم الوالدين. كنشكركم من عند فاطمه من نهار من بعد. شكرا لكم بزاف على الدعم اللي دعمتوني والفرحه فاطمه والفرحه عشراك الغدر بدا. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير. اموركم مزيانه نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير.
كما كنشوفوا جينا اليوم عند فاطمه محمد مبارك كل يوم يتربى في عزهم ان شاء الله. المهم شي اللي كاين السلام عليكم متتبعين اختي فاطمه واختي هي وتهوى. جينا اليوم نبالكم اختي فاطمه بالموضوع الجديد ان شاء الله تربى في عزهم وان شاء الله يشوفوا كيف بغاو. صراحه جينا فرحانين معاها ربي يكمل عليها بالخير ويخلي لها وليداتها ان شاء الله. انا عطيت التحيه قبيله في الفيديو. السلام عليكم متتبعين فاطمه كيف نتوما لاباس عليكم توحشتكم بزاف حيت عارفه حتى المتتبعين ديالي تما توحشتكم بزاف وانا ديما فرحانه جيت عند فاطمه. فاطمه هي عليك اختي ديالي الحمد لله ربي يخلي على اختي امين وتجمعنا اليوم مع صحاب اليوتيوب تعرفت على الناس بزاف صحاب القناه ربي يخليك وصافي عليا. انا كعجبني بقى لاصقه فيك حتى اش عارفك. المهم الحبايب ديالي كما كتشوفوا مجموعين الحمد لله وهذا كان اول نهار. مرحبا بالضيوف ديالي مرحبا بهم والف مرحبا. شنو كتقولوا صافي قلنا سميره الحبايب ديالنا ما بخسر عليكم انا كنحل لكم من عند فاطمه. فاطمه نوصل لها واحد السلام عواطف مصطفى الحنيه عليك وتربى في عزك امين يا رب. تهوى ساكنه هضره مسكينه خاصها تجيو مع البنت تبقى في 43 أري وحدة نجت. الحمد لله مبروك على اللي تزادلو الله يجعلو متبرك في عزهم ان شاء الله باذن الله. وتحياتي لكم والمتتبعين ديالكم كاملين. الله يحفظك ومرحبا بك وشكرا اخي زادنا البركه اخي محمد. الله يكبر عليك شكرا اخي محمد الله يجزاك. هاتينا لميا ها كيف جيتي تبارك الله ماشي كاميرا ديزون دحيه. الكاس حلو الكاس حلو الكاس حلو الكاس حلو